امس في مباراة ليفربول وارسنال. هالشوشع كي بغاو تشري ليفربول وبغات تشري ارسنال، يا سلام. يلا الكراغلة فرحوا نشطوا مع ريوسكم. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ هذا نعاودها ونكررها لان كاينين جداد اللي مازال ما عارفينش. هذا هو الساركازم، الكوميديا الساخره. يعني حنا غير مطلعينها، راه ما حاقدين على حد، ما ماشي ما حاملين شي واحد. لا راه حنا ضاحكين صاحبي، واش ما نضحكوش؟ لا نبكي وتجيو هنا بدل نبكي. دوز الاول فيديو على بركه الله. اليوم احنا نتكلم على 13 مليون، اليوم فيه مئات تخرج هنا ولا هنا، ولكن مجهولة الهوية. دخلنا عليكم بالله، واش فهمتوا شي حاجة في هادشي؟ دابا واش فهمتوا شي حاجة في هادشي؟ كاين 13 مليون ولكن كاينين مئات كيخرجوا من هنا ومن هنا ولكن مجهولات الهوية. كتبوا لي هنا تبون 13 مليون جزائري مجهولات الهوية. مش موحدة لا فكريا ولا في المطالب ولا في الشعارات. تصور يعني في 58 ولاية فيه بالتقريب 50 ولاية، 51 ولاية ما فيها ولا واحد يخرج الشارع. اقسم بالله لا، باز لكم، باز لكم اللي صابرين مع هذا ما كتفهموا فيه والو. دوزوا الفيديو اخر. اليوم هما يتعدوا من الكفته، اليوم عمرك ليت بحالها في المغرب كامل، اقسم بالله. باني بن عيسان كفايتي، باني كفايتي، اقليم اقليم سيدي قاسم، عمالة سيدي قاسم، هاد غسان عالم، هاد غسان عالم. سوق جمعة الحوافات. راه بحال هكا اللي كنديروا ديال غسان، حنا غير كنضحكوا. غير هذا كيديرها بالمغاربة، حنا كنديروها بالكراخ. الحوافات. باني الكفايتي. دابا فحاليا حيد المعلم الشباني ولا معلم دريس ولدو، ولدو المشهور هو اللي كان كيطيب لكم ويعطيك، هو الكوال الكويتي المعلم. لا حول ولا قوة الا بالله. دوز الفيديو اخر. فاش يقولوا لك العشية كاين الخلاص. ناشط. تحية لهاد الناس، تحية لهاد الناس، لأن باش يخدموا راه كاينين دابا خدامين في رمضان صح، فهاد الشمس فين انت كتنعس حتى 12 ولا حتى 2 عاد كتخرج تمشي تشوف شي خدمة، إلا كتخدمها بعد غير كدور. راه كاينين الناس اللي كيضربوا تمرة في هاد الشمس. تصور معايا راس الشهر ما كيشيط ليه والو، كيخلص الكرا ويصيفط لدارهم وياكل ويدي. الله يكون في عوانهم. شو النشاط؟ نشط العشية تخلص. دوزو الفيديو آخر. في يدين لان اكل مدو يديهم، ما قدرش هولندا ما قدرش يبوز معنا اكل، بالتالي لا يمكن ان يدين هكذا وجمعتوا مع بعضهم وسلمت عليهم. فرحان هذا لان سلم وباس ليد ديال الفرنسي اللي قتل جدوده صاحب، قتل والديه. قسما بالله ما كتحشموا، قسما بالله الكراغله ما كتحشموا. المستعمر اللي دار فيكم ما بغى، شو كتعتزوا لان بستوا له يديه، كتخرجوا كتقولوا للمغاربه انتم بواسين للدين. حنا هذيك تقاليد، يعني خصك تفهم كيفاش المغربي كيبوس ليد، راه ماشي خوفا ولا هي احتراما. احتراما لواحد كبير عليك، واحد والي عليك، واحد مسؤول عليك، واحد كذا، يعني كاحترام ليه. حنا راه كتدخل دابا للمجمع كتلقى رجال كبار شيبانيين كتبوس لهم يديهم عادي زعما ماشي. انا سلمت على يد باش تبوس يد الفرنسي اللي قتل جدودك، راه خصك تكون كرغولي. نظيفة على يد رايحة للمستقبل. نظيفة رايحة للمستقبل. رايحة للمستقبل. احنا هولندا ما نعرفوهش. رئيس جمهورية جابوا معاه ضيف كرئيس جمهورية. قال لك أنا كسلمت على يد اللي رايحة للمستقبل نظيفة. شو قال لك هذا هولندا ما نعرفوش؟ ولاش كيفاش عرفتي غادي للمستقبل ولا؟ احنا لازم نقابلوه ونصار ونحبوا ولا نكرهوا، رايحين فير اون ايكونومي دو باز، اون ايكونومي مودرن. اقسم بالله ما كاينش جزائري كيعطينا جمله مفيده. هذا عاود دوزنا الرئيس ديالهم يغرد خارج الصرب، الاخر عاود كيضرب هنا ويضرب ليه، ما تفهم حتى لعبه معاه. دوزوا الفيديو اخر. فين وصلنا هذا؟ دوزوا الفيديو اخر. امس في مباراه ليفربول وارسنال. هالشوشع كي بغاو تشري ليفربول وبغات تشري ارسنال، يا سلام. يلا الكراغلة فرحوا نشطوا مع ريوسكم.
معلق قنوات بين سبورت حسين العيدروس الذي تتابعونه في الشاشة. هذا المعلق مخاطب اللاعب نادي ليفربول داروين بعد انفراده لوحده وتضييعه لهدف كان محققا وجها لوجه مع الحارس. قال له معلق البين سبورت: حتى شوشع لا يضيع مثل هذه الفرصة. الحقرة حتى شوشع. وصاحبي انتوما الكراغلة كي تعطاكم بكم أمثلة بحال شوشع بحال قشيحة بحال حلا فاش كتهضر كتقول حكيمي كتقول زياش كتقول الناس اللي عطاو صورة زوينة على البلاد انتوما شوشع صح يا داروين. إذا المعلق أيضا وضح في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع الفيسبوك، هذا هو موقعه الذي كتب ووضح في المنشور بعد ذكره أسطورة بالنسبة للحبيب شوشع وذكره في مباراة اليوم. والله قصدي كان تقدير شخصية وتكريم لمقاطعه المريحة فهو يدخل القلب. كيطلعوا بكم دابا كلشي ماشي غير كتخرجوا كتقولوا لي علاش كتطلعوا بالكراكل كلشي كيطلع وانتم كتطلعوا بريوسكم باش تعرفوا انكم ماده دسمه. انتم جبتوا الشوشع كتجيبوا الملعب وتجيبوا التصوير وتجيبوا الخصم وكوره والناس دايرين كيعجبكم اللي طلع عليكم. الجزائرية شوشع قائلا: بالنسبة للحبيب شوشع وذكره في مباراة اليوم والله قصدي كان تقدير لي قال لي تقدير وتكريم ماشي انا باغي نضحك عليه. ندوزوا الفيديو اخر. دخل عليكم هذه القضيه واش بصح لا هذا لا خلي هذا حتى الفيديو الاخر فين هضرت عليه تسنى نشوف اشرف حكيمي. دخل عليكم هذه القضيه واش بصح ولا غير متداوله وصافي غير هضره وكلام. القضيه ديال حكيمي كتب الممتلكات ديالو الام ديالو باش ما يقسمهاش مع التونسيه هادشي كيدير غير عندنا هاد القوالب ما عرفو غير المغاربه سيدي راه برافو ماشي كنقولوا انه يظلمها ولا ولاني ما اسيدي بيناتهم اش دخلنا حنا. نرجعوا للشوشع ديال الشوشع باش تعرف العقليه الكرغوليه ديال انك كيعجبها الضحك على الواحد ومسكين واحد هذاك راه ناقص واخا راه كلهم ناقصين حتى اللي كيصور حتى اللي كيشجع وتصور هذاك جايبينه مسكين راه من ما عارفين غادي نصنفوه. المهم راه ما كاملش لا في عقله ولا ما نعرف كيجيبوه كيوهموه انه شي حاجه ومسكين ما بغاش يعيق ان الكره كتحط ليه حدا الشبكه كيضربها لبرا ومنهم الكثير الشوشع كاين كثير الشوشع اللي مازال ما بغى يعرف انه لا علاقه بكره القدم. خصو واحد ملي يحس بلا لا علاقه بكره القدم يردها هوايه غير بدا يعرق بها ولا غادي يمشي يتجه لشي ميدان اخر. ما تبقى ضحكه هكاك وي الشوشع كيضربها للجنب ويضربها لهكا وكيحتف خصك تشوف الاحتفال ديالو كيبدا يدور في الارض ويدور في الارض. دابا علاش كنستغرب دوك الناس اللي جايبينو واش كتجيبوه تضحكوا عليها صاحبي وكتلوموني انا علاش كنضحك عليكم. شوف دابا الفرق. اخوان وصلنا اخر هذا الفيديو تحياتي لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم السلام عليكم. واعطيوني الحريره والخبز خور وشي شويه ديال اتاي راكي درتي ليا انت الكرون.